أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في موعد نشرة أحوال الطقس التي تطل عليكم من قناتكم قناة الوطنية تي مشاهدينا الكرام نبدأ نشرتنا الجوية لنهار اليوم بالصورة اللي لكم من المسرح الروماني المتواجد بولاية جالما الذي يعتبر أحد آثار الحضارة الرومانية بالجزائر الوضعيه الجويه المرتقبه لنهار اليوم الاحد ان شاء الله حسب اخر نماذج حسب مصلحه الارصاد الجويه اذا اجواء غائمه راح تبقى في الموعد ان شاء الله على معظم المناطق الساحليه الداخليه وحتى على ولايات الهضاب العليا اجواء صافيه ومشمسه على اغلب المناطق الصحراويه مع بعض الغيوم العابره درجات الحرارة المرتقبة لنهار اليوم إن شاء الله إذا درجات حرارة فصلية منخفضة على العموم كما نلاحظ على الشاشة حيث نسجل من 16 إلى 17 درجة على المناطق الساحلية للوطن 14 درجة على مستوى ولاية قسنطينة وحتى على مستوى ولاية البويرة 12 درجة على مستوى ولاية الجلفة ونفس المقياس على ولاية البيض وحتى بولاية أنعامة و 31 درجة كأعلى مقياس نسجلها بأقصى الجنوب تحديدا بعنك زام تين زواتين وحتى الملاحه والصيد البحري نهار اليوم ان شاء الله اذا حاله البحر راح يكون هادئ ومستقر علي كافه السواحل مع اتجاهات رياح راح تكون شماليه غربيه ان شاء الله وذلك علي طول الشريط الساحلي نختم نشرتنا مشاهدينا الكرام بالموعد الفلكي لغروب الشمس اللي يكون في حدود الساعة السادسة مساء وواحد وثلاثين دقيقة بحول الله. مشاهدينا الكرام وصلنا إلى نهاية ورقتنا الجوية لنهار اليوم. أشكركم على حسن المتابعة والإصغاء ولمزيد من المعلومات زوروا مواقع قناتكم قناة الوطنية تيفي متابعة شيقة وإلى اللقاء.